إن الذي بعث النبي محمد جعل الخلافة في الإمام العادل، ولقد نفعت بما منعت تحرجا مكس العشور على جسور الساحل. قد نال عهدك من أقام بأرضنا، فإليك حاجة كل وفد راحل. إني لا آمل منك خيرا عاجلا، والنفس مولعة بحب العاجل. والله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل. Oh.